بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله في كتاب الفرائض وفي الباب الثاني عشر، والذي عنون له بقوله باب في الولاء، قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال قرئ على مالك وأنا حاضر، قال مالك: عرض علي نافع عن ابن عمر عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أرادت أن تشتري جارية تعتقها، فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا. فذكرت عائشة ذاك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لا يمنعك ذلك، فإن الولاء لمن أعتق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث أيها الإخوة يتعلق بموضوع الولاء، وقد مر معنا أمر الولاء فيما تقدم، وهو كما يقول العلماء في تعريفه. ما معنى الولاء؟ قالوا: هو عصوبة، يعني تعصيب، سببها نعمة المعتق على عتيقه. فالولاء ليس صلة نسبية بين الإنسان وبين مولاه الذي يعتقه، لأن الصلة النسبية هنا بعيد مستبعدة، ليس بينهما صلة نسبية، إنما وجدت الصلة بسبب هذا الإنعام الذي حصل من المعتق. إنسان تبرع فأعتق مولاه، أعتق عبده، هذه نعمة، والنعمة تقابل بمثلها. الله سبحانه وتعالى جعل لمن أعتق، جعل لصاحب الولاء حقا، جعل له الحق في أن يرث من معتقه إذا مات هذا وليس له من يرثه. وهذا جريا على القاعدة المعروفة في علم الميراث، أن العصبة لا يرث إلا إذا لم يوجد صاحب فرض، فلو وجد وارث غير العصبة لوجب أن يكون هو الذي يأخذ المال، لكن إذا لم يوجد فإن هذا المال يؤول إلى المعتق. في الولاء أمر آخر أيضا ذكره العلماء وقررته قبل ذلك قواعد الشريعة، وهو أن العصبة لا يكون، العصبة في الميراث لا يكون إلا ذكرا، كما مر معنا في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام: أعطوا أصحاب الفروض فروضهم فما بقي فلأولى رجل، وفي رواية فلأولى ذكر. لكن الولاء يختلف عن ذلك، يعني من أعتق عبدا كان له ميراثه إذا لم يكن له وارث،
يرثه من قرابته، كان لهذا المعتق ميراثه حتى ولو كان المعتق امرأة. هذا لا يوجد في الميراث أن تكون العصبة للنساء، العصبة للرجال. في حالة في الميراث أيضا تكون فيها النساء عصبة، في مسألة موت الإنسان وكون ورثته بعده بنات وأخوات، فإذا وجدت البنات والأخوات أصبحت الأخوات، البنات يأخذن الثلثين فرضا والباقي للأخوات تعصيبا. هذه الحالة الوحيدة، كما يقول الناظم: والأخوات إن يكن بنات فهن معهن معصبات. معصبات هنا في باب العتق، المولي المعتق يكون عصبة حتى ولو كان امرأة، ولهذا يقول الناظم: وليس في النساء طرا عصبة، ما في إلا التي منت بعتق الرقبة. يعني إذا أعتقت موليها ذكرا كان أو أنثى أصبحت عصبة له، ترث ما له إن لم يكن له من يرثه من أقاربه. هذه القصة التي ذكرت في الحديث قصة عظيمة تدل على أمور كثيرة في ديننا، أهمها إثبات الولاء للمعتق. والمعتق هنا في هذا الحديث هو أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق، أم المؤمنين زوج النبي عليه الصلاة والسلام وأحب نسائه إليه. هذه رضي الله تعالى عنها جاءتها هذه الأمة بريرة، والتي مر معنا ذكرها في مرات عديدة، جاءت إليها تسألها أن تعينها في مال كتابتها. في الشريعة يمكن للعبد، والمقصود الرقيق يعني ذكرا كان أو أنثى، أن يشتري نفسه، وهذا ما يسمى في الشريعة المكاتبة، يعني أن يكاتب العبد مواليه يعني أسياده ملاكه على أن يشتري نفسه منهم بأقساط يؤديها في كل سنة، اتفق معهم على 10,000 مثلا على أساس أنه يؤدي في كل سنة 1,000، وهذا ما ندب الله سبحانه وتعالى إليه في كتابه الكريم: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. من باب الإرشاد وليس من باب الوجوب، لأن الله سبحانه وتعالى رد الخيار هنا إلى رأي السيد: إن علمتم فيهم خيرا. فهذه الأمة بريرة كاتبت مواليها، يعني اتفقت معهم على أن تشتري نفسها منهم بأقساط، وجاءت إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تطلب منها أن تساعدها في هذه الأقساط. فعرضت عليها أم المؤمنين عائشة عرضا مغريا يقطع عنها هذا التعب، بدون أن تنتظر في كل مرة تبحث عن ما يسدد عنها في كل سنة، عرضت عليها أن تشتريها، أن تدفع لهم المال كاملا على أن يكون ولاؤها، يعني ولاء هذه الأمة بريرة لعائشة رضي الله تعالى عنها. فذهبت الأمة إلى مواليها
وعرضت عليهم ما ذكرت لها أم المؤمنين، فقالوا بشرط، نوافق بشرط. ما هو هذا الشرط؟ قالوا نوافق على أنها تشتري وتعتق، لكن على أن يكون الولاء لنا، يعني لو ماتت هذه الأمة يكون ولاؤها لمواليها الأولين، يعني يبيعونها ويقبضون الثمن ويريدون أن يكون لهم الولاء. لم تسرع أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها إلى التصرف بالقبول أو بالرفض، ولكنها ذكرت ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من كمال العقل والحكمة ومما تقضي به نصوص الشريعة، أن الإنسان يسأل ويتثبت قبل أن يتصرف. فسألت النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام لإجابة المسائل؟ فسألت النبي عليه الصلاة والسلام وذكرت له هذا الأمر الغريب، هذا الأمر فيه غرابة، أن موالي هذه الأمة يريدون ثمنها ويريدون ولاءها، وهذا لا يتأتى، لأن الولاء إنما يكون لمن أعتق وهو السيد. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما تذكر روايات أخرى غضب وقال اشتريها ولا يضيرك. ما معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنه لا يضير أنهم يشترطون أن يكون الولاء لهم، لأن الولاء ليس حقا لهم في هذه الحال، ما دمت أنت اشتريت ودفعت الثمن فالولاء لك، ولا يضير هذا الاشتراط. ثم خطب النبي عليه الصلاة والسلام الناس وقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. معنى أنها ليست في كتاب الله لا يعني أنها جاءت في آية من القرآن، لا، ليست في شريعة الله، لأن شريعة الله تؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلها بوحي من عند الله. ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. كلام النبي عليه الصلاة والسلام هنا فيه قاعدة عظيمة في باب الشروط في البيع ذكرها العلماء، لكن قبل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام مع إنكاره لهذا الأمر، هذا الأمر لا يصح أن يبيع ملاك هذه الأمة رقبتها ويأخذ الثمن ثم يشترط الولاء، لا يستوي هذا. قال النبي عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، لكن النبي عليه الصلاة والسلام على عادته في الأدب وحسن التعليم وحسن التفهيم وعدم تجريح المخطئ، ما قال هؤلاء آل فلان الظلمة الفجر، لا لا لا، هذا ليس من دين الله. ما بال أقوام، من هم هؤلاء الأقوام؟ لم يذكروا. هذا فيه يعني تعريض، يفهمه من صدر منه هذا الأمر من يتعلق به، لكن غيره لا يدري من هو المقصود بهذا. ما بال أقوام، وهذا من الحكمة ومن الأدب ومما تدل عليه الشريعة ومما ثبت في هدي النبي عليه الصلاة والسلام، أنه ما كان يجابه ويلقى أحدا بما يكره، وما كان يثرب على الناس، وهذه مسألة تحتاج إلى تعليم وتفهيم. ثم بعد ذلك موضوع هذا الشرط، هذا الشرط كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. العلماء أخذوا من هذا ومن حديث آخر جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال الأخ هذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع وشرط، وهذا بظاهره يدل على عدم جواز الشرط في البيع، يعني أن تبيع بدون شرط،
لأن البيع يقتضي كمال المنافع، تملك كما العين ومنافعها، فلا تشترط في هذا شيئا. لكن ثبت في أحاديث عديدة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أجاز البيع مع الشرط، كما في الحديث الذي ذكرناه في الدرس قبل الماضي، حديث جابر رضي الله تعالى عنه عندما كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر، فأعيا جمل جابر، تعب جمل جابر انقطع عن السير لضعفه، فلحق به النبي عليه الصلاة والسلام فضربه بعصا فانطلق أسبق ما يكون، فلحق به النبي عليه الصلاة والسلام وفاوضه في شرائه فباعه جابر. لكن جابرا اشترط على النبي عليه الصلاة والسلام، اشترط عليه مع هذا البيع، اتفقوا على البيع، قال اشترط عليه حملانه إلى المدينة، أن يركبه إلى حتى يصل المدينة، فهذا شرط أجازه النبي عليه الصلاة والسلام. إذن ما هو المقصود بالشرط الذي ينهى عنه في البيع؟ الشرط كما قال العلماء المحققون الذي ينافي مقتضى العقد، الشرط يعني الذي يخالف ويمنع المقصود من العقد، يعني المقصود من عقد البيع ما هو؟ تملك العين. الإنسان عندما يذهب مثلا ويشتري سيارة، ما هو مقصوده من هذه السيارة؟ ما هو مقصوده من هذا العقد؟ أن يمتلك هذه السيارة وينتفع بها بعد ذلك، أو يبيعها فيربح في ثمنها إلى آخر ما هنالك. لكن إذا اشترط البائع على المشتري هنا وقال له أنا أبيعك هذه السيارة بثمن كذا لكن بشرط ألا تركبها، طيب إذن ما الفائدة من هذا العقد؟ هذا منافاة، الشرط هذا ينافي يعني يعارض ويناقض العقد فلا يصح. إذن المنهي عنه ما هو؟ الشرط الذي يخالف مقتضى العقد. أو لو تزوج إنسان بابنة رجل فزوجه الأب وقال له والمهر والشهود، قال بشرط ألا تدخل بها، طيب ما معنى هذا العقد؟ هذا العقد وجوده كعدمه، فلذلك مثل هذه الشروط لا تصح في الشريعة. وبعض العلماء يذهب أيضا إلى أنه إذا وجد مثل هذا الشرط الباطل أنه يبطل العقد حتى، وبعضهم قالوا لا، العقد صحيح والشرط الباطل باطل ويبقى العقد على أصله صحيحا. هنا وهذا والحديث هذا دليل على أن الشرط الباطل لا يبطل العقد، لأن هذا شرط باطل عندما اشترطوا على أم المؤمنين أن يكون الولاء لهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام بين لها أن كل شرط باطل، كل شرط ليس في كتاب الله يعني ليس في دين الله فهو باطل، فهو باطل. كيف تشتري ولا يكون لها الولاء ويكون الولاء للبائع؟ هذا بعيد جدا يعني. فمن هنا النبي عليه الصلاة والسلام أجاز لها أن تشتري وأن تمضي في هذا العمل الخير، أن تشتري هذه الأمة لتعتقها، ثم بعد ذلك إن حصل أنها ماتت وليس لها من يرثها فإن ميراثها يكون لأم المؤمنين. وقصة بريرة رضي الله تعالى عنها قصة طويلة معروفة، ذكرنا أطرافا منها فيما مضى، وكانت تأوي إلى بيت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، لأنها ليس لها أحد، ليس لها أقارب وليس لها من يكفلها وليس عندها مال، كانت مع أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، فهو باطل. طيب لماذا النبي عليه الصلاة والسلام هنا قبل من أم المؤمنين أن تشترط لهم الولاء، ثم بين بعد ذلك أن هذا الشرط باطل، يعني أن توافق على أن يكون الولاء، الشرط الباطل هذا أن يكون الولاء لأهل هذه الأمة لسادتها الأولين، يعني تقول نعم أنا أوافق على هذا، ثم يأتي النبي عليه الصلاة والسلام فيبطل هذا الشرط. لماذا؟
هذا قال العلماء فيه إما أنه كان قبل أن ينزل الحكم الشرعي بتحريم بالنهي عن الشرط الباطل في العقد، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد هذا من باب التأديب والتقريع والتعليم لهم ألا يشترطوا شرطا باطلا مثل هذا، فحتى ولو اشترطوه فإنه لا يثبت. وهذه قاعدة عظيمة في باب الشروط، وقد جاء في الحديث أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام: المسلمون على شروطهم. محترم الشرط في دين الله، الشرط محترم له قيمته ومكانته، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ضبطه فقال: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. معلش، الأصل في الشروط التوسعة والإباحة، اشترط ما يناسبك، لكن بشرط ألا يكون في هذا الشرط عدوان على حرمات الدين ولا على تحريم ما أحل الله سبحانه وتعالى. هنا في هذا الحديث الشرط هذا حرم حلالا. الحلال ما هو الذي حرمه هذا الشرط؟ أن الولاء لأم المؤمنين عائشة، لأنها هي التي اشترت هذه الأمة ودفعت ثمنها، فكيف يحرم عليها هذا؟ ها؟ كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وهذا الحديث: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. نعم. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعطى الثمن وولي النعمة. نعم، هذا هو ما يبين حقيقة الحديث المتقدم: الولاء لمن بذل الثمن، ليس لمن ملك ثم باع، لا، الولاء لمن بذل الثمن وولي النعمة، هو الذي يعني حصلت منه هذه النعمة على هذا الرقيق بأن أعتقه، هو وليها بعد الله، لأنه هو الذي أعتق هذا الرقيق فأصبح هو ولي هذه النعمة، فلذلك ترتب على هذا الأمر أنه يرث هذا الرقيق إذا لم يكن له أحد من أقاربه إذا مات بعده. نعم. قال: حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رئاب بن حذيفة تزوج امرأة فولدت له 3 غلمة فماتت أمهم فورثوها رباعها وولاء مواليها، وكان عمرو بن العاص عصبة بنيها فأخرجهم إلى الشام فماتوا، فقدم عمرو بن العاص ومات مولى لها وترك مالا له، فخاصمه إخوتها إلى عمر بن الخطاب، فقال عمر رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كان. قال: فكتب له كتابا فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت ورجل آخر، فلما استخلف عبد الملك اختصموا إلى هشام بن إسماعيل أو إلى إسماعيل بن هشام، فرفعهم إلى عبد الملك فقال: هذا من القضاء الذي ما كنت أراه قال: فقضى لنا بكتاب عمر بن الخطاب فنحن فيه إلى الساعة. نعم، هذا الحديث خلاصة ما فيه أن الولاء يورث، يعني كما أنه يكون للمولي المعتق يكون لمن يرثه، لكن من هم الذين يرثونه؟ عصبته المتعصبون بأنفسهم يعني الذكور، وليس العصبة مع الغير كالبنات الأخوات مع البنات،
ولا. فلذلك هذه القصة فيها أن رجلا تزوج بامرأة فولدت له 3 أولاد، فماتت أمهم فورثوها، هذا شيء ظاهر، ومات أبوهم ورثوا هذه الأم، كان من ميراث هذه الأم ولاء لهذه الأم، هذه الأم أعتقت رقيقا فصار الولاء لهذه المرأة، فلما ماتت انتقل إلى بنيها، وهذا أيضا أمر واضح ظاهر. لكن الذي حصل أن عمرو بن العاص رضي الله تعالى ابن العاص رضي الله تعالى عنه كان عصبة هؤلاء الأولاد 3، فأخذهم وسافر بهم إلى الشام، فأراد الله سبحانه وتعالى عليهم الموت فماتوا، بقي ميراثهم، ميراثهم من أمهم واضح أخذه عمرو، لكن بقي ولاء لهذه المرأة ورثه أبناؤها، فمات أبناؤها، فجاء إخوة هذه المرأة إخوتها وطلبوا ميراث هذا الولاء، قالوا هذا لأختنا ونحن ورثتها، فرفع الأمر إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، فقضى فيه بقضاء الرسول عليه الصلاة والسلام، وجعل الميراث ميراث الولاء لعمر بن العاص باعتبار أنه عصبة هؤلاء الأبناء، فورث عمر رضي الله تعالى عنه هذا الولاء، ورثه تناولا من هؤلاء الأبناء الذين ماتوا لأنهم ورثوه عن أمهم، وهو ورثهم، فورث المال وورث الولاء. بعد ذلك في عهد عبد الملك بن مروان رحمه الله أحد خلفاء بني أمية، وهو الذي يعتبر المؤسس الثاني لدولة بني أمية، هذا عبد الملك كان من العلماء، عبد الملك عرضت، جاء إخوة هذه المرأة مرة أخرى، فرفعوا القضية في عهده إلى أحد القضاة وطالبوا بماذا؟ بميراث الولاء هذا الذي أخذه عمرو بن العاص، فالقاضي لم يصنع شيئا، وجد أن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه قد قضى فيه، فرفع الأمر إلى الخليفة عبد الملك بن مروان. عبد الملك لما رأى قضاء عمر لم يزد على ذلك شيئا، ربما كان يفكر في أن يغيره، لكن لما رأى قضاء عمر وقف عنده وقبل به، وهذا دليل على تأكيد هذا الأمر أن الولاء يورث، ويورث للعصبة، يورث لعصبة المتوفى، العاصب المعتق المتوفى يكون لورثته لعصبته من بعده. نعم. باب في الرجل يسلم على يدي الرجل. قال حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي وهشام بن عمار قال حدثنا يحيى قال أبو داود وهو ابن حمزة عن عبد العزيز بن عمر قال سمعت عبد الله بن سمعت عبد الله بن موهب يحدث عمر بن عبد العزيز عن قبيصة ابن ذؤيب قال هشام عن تميم الداري أنه قال يا رسول الله، وقال يزيد أن تميما قال يا رسول الله ما السنة في الرجل يسلم على يدي الرجل من المسلمين؟ قال هو أولى الناس بمحياه ومماته. نعم، هذا الحديث يثبت أيضا الولاء
لمن كان سببا في إسلام كافر ومات هذا الكافر وليس له ورثة يرثونه. هذا الحديث روي من ذكر المصنف أنه روي من طريقين، أحدهما متصل ذكر فيه الراوي عن قبيصة، والآخر لم يذكره عن قبيصة. والراجح عند المصنف أنه مرسل، لكن هذا الحديث رواته مقبولون، ولذلك مما يعتد به هذا الحديث. فلذلك نعود إلى المعنى الذي تضمنه هذا الحديث. الصحابي الجليل راوي الحديث يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: ما السنة؟ يعني ما هو الحكم الشرعي؟ وهذا يدلنا على أن السنة كما تطلق على سنة النبي عليه الصلاة والسلام كلها، يعني ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام، تطلق على الأمر المندوب الذي إذا فعله الإنسان يؤجر وإذا لم يفعله لا يؤاخذ، وتطلق أيضا على أحكام الشرع، يعني ما هو هدي الشرع وحكمه في من أسلم على يده. هذا حديث تميم الداري: في من أسلم على يده رجل ثم مات هذا الرجل ولم يترك وارثا، ما هو الحكم الشرعي فيه؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: هو أولى الناس بحياته ومماته. يعني كما أنه أنعم كان سببا في هدايته، فهو أيضا يستحق في مقابلة هذه النعمة أنه يرثه في حال موته دون أن يترك وارثا آخر، دون أن يترك وارثا آخر. هذا ربما يتعارض مع ما تقدم من الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من قوله: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك ضياعا أو دينا فإلي وعلي، وقوله عليه الصلاة والسلام: أنا وارث من لا وارث له. لكن هذا يدل على أن هذا أولى بالنعمة، أنه يمكن أن يكون هذا في مقابلة النعمة التي أنعم بها كان سبباً فيها على هذا الإنسان، أنه كانت هدايته للإسلام وخروجه من الضلالة على يد هذا الرجل. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام قابل هذا بهذا: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ بعض العلماء يرى غير ذلك، يقول لا بد من تطبيق ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث أخرى، أن من مات وليس له وارث أن ميراثه يكون لبيت مال المسلمين. لكن لو كان هذا باجتهاد من الإمام، فرأى أن من المصلحة ورأى الخير في أن يعطى ميراثه لمن كان سبباً في هدايته، فإن هذا الأمر مستقيم وتدل عليه أدلة الشريعة العامة، وهو مقابلة الإحسان بالإحسان. نعم. باب في بيع الولاء. قال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. نعم. الولاء هذا الذي ذكرناه في الحديث الأول، هذا كما أنه يكون سبباً للميراث من المولى الذي يموت وليس له من يرثه من أقاربه، كذلك يورث عنه، يورث هذا الولاء، لكنه لا يباع ولا يوهب. البيع ينقل العين ومنفعتها من شخص إلى شخص آخر أجنبي عنه، وكذلك الهبة. الهبة سبب من أسباب الملك وسبب من أسباب انتقال العين،
والولاء في الشريعة كما ثبت في حديث أم المؤمنين عائشة إنما الولاء لمن أعتق، والولاء لمن بذل ماله وولي النعمة، من بذل المال وولي النعمة، لكنه لا يورث لا ينقل، لا يجوز له أن يبيعه، ما يأتي فيقول أنا ورثت أو أنا ولي هذا العتيق وأبيعه، يأتي شخص آخر يكون هذا العتيق عنده مال مثلا، عنده تجارة، عنده زراعة، فيأتي إنسان فيشتريه منه على أمل أنه إذا مات يكون ولاؤه، يكون ميراثه له، يكون ميراثه له، يشتري هذا الولاء، لا يشتري العبد، يشتري الولاء. هذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه. تمسكا بظاهر حديث النبي عليه الصلاة والسلام، النبي نهى عن بيع الولاء وعن هبته، وهذا يكفينا في أننا نقف عند هذا الأمر حتى لو لم نعلم له حكمة ظاهرة. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال نهى عن بيع الولاء وعن هبته، فنقبل، لا مناص من أن نقبل. لكن ما هي الحكمة؟ الحكمة أن هذا فيه من الغرر ما لا يخفى، والشريعة نهت عن الغرر. طيب، إنسان اشترى الولاء، هذا ما أعتق العبد لكنه اشترى الولاء ممن له الحق فيه، فجاء آخر واشتراه بمبلغ من المال مثلا، هذا المولى الذي اشتري ولاؤه قد يوجد له ورثة، قد يتزوج وينجب، أو يظهر له ورثة آخرون، إخوة كانوا له أو أقارب، فهؤلاء إذا مات هذا المولى يكون ميراثه لهم. أين ذهب الثمن الذي دفعه هذا المشتري؟ ضاع. فهذا فيه غرر، لأنه فيه احتمال أن يكون هذا الثمن بلا مقابل، أن يدفع الثمن ولا يأخذ شيئا، فيما لو وجد وارث لهذا المولى، وهذا الغرر. ونهت الشريعة عن الأمور التي فيها غرر لأن فيها جهالة، جهالة الحال، لأن الإنسان قد يبذل ماله ولا يأخذ شيئا، وقد يبذل قليلا ويأخذ كثيرا، وقد يبذل كثيرا ويأخذ قليلا، لأن المال هذا الذي عند المولى قد ينقص، والمال الذي عند المولى قد يزيد، يمكن تثميره وزيادته، فإذا مات كان هذا المال كثيرا، ويمكن أنه يتناقص فلا يموت إلا وهذا المال قليل جدا، ويمكن أن يورث عنه، يوجد له ورث آخرون، فهذا يؤدي إلى الغرر. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الولاء وعن هبته، لأن البيع والهبة تشتركان في معنى، وهو أن العين تنتقل ملكيتها من شخص إلى آخر مع منافعها كذلك. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الولاء وعن هبته. لكن لا بد أن نؤكد هنا على ما ذكرناه سابقا، أن هذا ليس المقصود به النهي عن طلب الولاء بسببه الصحيح وهو الاعتاق، لا، لكن هذا النهي وارد عن بيع ما تقرر لشخص اعتق رقيقا، اعتق الرقيق فأصبح ولاؤه له، فيأتيه إنسان فيشتري هذا الحق منه، وهذا الحق من باب آخر هذا ليس مالا. البيع في الشريعة لا يجوز إلا فيما يكون مالا، لكن هذا الحق حق الولاء قبل الوفاة المولى هذا،
ما هو؟ شيء لا يمكن عده من باب الأموال. وهذه هي القاعدة، أن البيع لا بد أن يكون يعني المبيع مالا. فهنا الولاء قبل موت المولى ليس بمال، فلا يتعلق به البيع. ثم كما قلنا قد يؤدي إلى الغرر والجهالة فيفوت الثمن ويقع النزاع ويخسر الإنسان ماله، أو يأخذ أكثر مما بذل أو يأخذ أقل مما بذل. فلذلك كله نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الولاء وعن هبته. نعم. باب في المولود يستهل ثم يموت. قال حدثنا حسين بن معاذ قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا محمد يعني ابن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قصيط عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استهل المولود ورث. الحمل في بطن أمه قبل أن ينزل حياً هذا احتمال، إذا كان حياً في بطن أمه فهذا احتمال. أن متى يرث هذا؟ متى يحكم له بالميراث؟ إذا مات الإنسان وترك حملاً في بطن امرأته، ما خرج هذا الحمل، متى يرث؟ متى يرث هذا؟ يرث إذا وضعت الأم. وضعته حياً أو ميتاً؟ لا، لا بد أن تضعه حياً. لو ولدته وهو ميت لا يستحق شيئاً من الميراث. في قسمة الميراث الحمل طبعاً فيه يعني المسألة مذكورة تفصيلاً عند العلماء في كتب الفقه، هل تقسم التركة أو توقف حتى يتبين شأن الحمل؟ بعض العلماء قالوا توقف التركة حتى يولد هذا، إن ولد حياً شارك إخوته، شارك الورثة في الميراث، وإن ولد ميتاً فالميراث للورثة. وبعضهم قالوا لا، يوقف مثل نصيب أحد الورثة حتى يولد ويتبين أمره. لكن متى يحكم بحياة هذا المولود، هذا الجنين؟ متى يحكم بحياته؟ متى نقول إنه ولد حياً؟ يعني هل في ضابط؟ نعم، في هذا الحديث بيان للضابط الذي يستدل به على أن هذا الجنين ولد حياً. متى؟ قال: إذا استهل صارخاً، يعني إذا خرج من بطن أمه وهو يصيح. طبعاً أول ما يخرج المولود من بطن أمه عند الولادة يصيح، هذا صياحه في هذه الحال دليل على أنه حي. طبعاً الصياح الذي ما تكون معه حركة، ما هو الصياح المتناهي يعني كأنه ميت فقط خرج يعني يلفظ أنفاسه، لا، أن يستهل صارخاً. إذا استهل، والاستهلال هنا هو الصياح يعني رفع الصوت، ظهر له صوت مسموع عند ولادته حتى لو مات بعدها، ظهر وهو على تلك الحال استهل يعني خرج من بطن أمه وهو يصرخ ثم مات بعد ذلك، يرث. من يأخذ ميراثه وقد مات؟ يأخذه ورثته، إن كان له إخوة فميراثه لإخوته، وإن كان له أم ترث، وهكذا ورثته كأنه موجود، كأنه موجود ومات، يستحقون ميراثه. إذا استهل المولود صار، إذا استهل ورث، وإذا لم يستهل فهو في حكم الميت ولا شيء له في التركة. باب نسخ ميراث العقد بميراث الرحم. قال حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت قال حدثني علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب فيرث أحدهما الآخر، فنسخ ذلك الأنفال فقال: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني إدريس بن يزيد
قال حدثنا طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، قال كان المهاجرون حين قدموا المدينة تورث الأنصار دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم، فلما نزلت هذه الآية ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون قال نسختها والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم من النصر والنصيحة والرفادة ويوصي له وقد ذهب الميراث. نعم، هذا نوع آخر من المواريث التي كانت ثم نسخت. كانت في الجاهلية الإنسان يمكن أن يؤاخي أجنبياً عنه، يعقد معه حلفاً أو مؤاخاة، ويكون بمقتضى هذا الحلف أو المؤاخاة التوارث بينهما حتى ولو لم يجمعهما نسب. وكان مثل هذا أيضاً في أول مقدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة، عندما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة وكان معه المهاجرون رضوان الله تعالى عليهم، ترك المهاجرون أموالهم في مكة، خرجوا ليس معهم شيء، فكان من أول الأعمال التي قام بها النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن قدم المدينة مهاجرا ومعه المهاجرون أنه آخى بين المهاجرين والأنصار، يعني عقد أخوة بين المهاجرين والأنصار، جعل لكل واحد من المهاجرين أخا من الأنصار. كان بمقتضى هذا العقد أن يرث كل منهما الآخر إذا مات، بديل عن أخوة النسب. هذا كان في بداية الأمر، لكن بعد أن نزل قوله تبارك وتعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، دل هذا على أن الميراث إنما يكون لقرابة الإنسان بالشروط المعروفة في علم الميراث. لكن يبقى مع ذلك بمقتضى هذا التعاقد، إذا كان هذا التعاقد على شرط يقره الشرع وليس فيه مخالفة، يبقى النصرة وتبقى المحبة ويبقى الإحسان، لكن الميراث الله سبحانه وتعالى غير ذلك، بيّن الميراث في كتابه وفصله وجعله لأهله من الأقارب ومن في حكمهم كالأزواج والموالي. لكن التوارث بمقتضى المعاقدة والمؤاخاة التي ليس لها سبب نسبي هذا أبطلته الشريعة، ومع ذلك إذا وجد عقد فإن هذا العقد يبقى في باب الإحسان وباب المعروف وباب الصدقة وباب البر، لكنه لا يصلح أن يكون سبباً للميراث. نعم. قال حدثنا أحمد بن حنبل وعبد العزيز بن يحيى المعنى، قال أحمد قال حدثنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن داود بن الحصين قال كنت أقرأ على أم سعد بنت الربيع وكانت يتيمة في حجر أبي بكر، فقرأت والذين عاقدت أيمانكم، فقالت لا تقرأ ولكن والذين عقدت أيمانكم، إنما نزلت في أبي بكر وابنه عبد الرحمن حين أبى الإسلام، فحلف أبو بكر ألا يورثه، فلما أسلم أمره نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يؤتيه نصيبه، زاد عبد العزيز
فما أسلم حتى حُمِل على الإسلام بالسيف. نعم، يعني هذه أم سعد رضي الله تعالى عنها كانت عالمة وكانت تقرأ القرآن، فقرأ عليها هذا الراوي: والذين عاقدت أيمانكم، القراءة المشهورة، والذين عقدت أيمانكم. فلما قرأ والذين عاقدت أيمانكم قالت: لا، لا تقرأ هكذا، قل والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. وبينت له السبب. السبب ما هو؟ أبو بكر رضي الله تعالى عنه، تعلمون هو أول من أسلم من الرجال، تعلمون مكانته وقربه من النبي عليه الصلاة والسلام وبذله في سبيل الله. أبو بكر ابنه عبد الرحمن لم يسلم، تأخر إسلامه، حاول معه أبوه فلم يفلح، فحلف أبو بكر، يعني عقد يمينا، هذا هو الذي تشير إليه هذه الرواية، عقد يمينا، حلف ألا يورثه شيئا. لكن عبد الرحمن بعد ذلك أسلم. فالله سبحانه وتعالى يقول: والذين عقدت أيمانكم، خطاب لأبي بكر ومن مثله، ومن كان مثله، والذي إذا حلفتم على مثل هذا فأعطوا له نصيبه، لأنه أسلم. والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، هذا أصبح مسلما. فهذه اليمين المنعقدة لا تحول بينه وبين نصيبه من الميراث. والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. طيب، اليمين هذه كيف نصنع بها؟ هذه يمكن حلها بالكفارة، والكفارة في اليمين المنعقدة، واليمين المنعقدة هي الحلف على شيء لم يقع بعد، شيء في المستقبل سيقع، أن يفعله أو ألا يفعله الحالف. فإذا خالف مقتضى اليمين حنث في يمينه فعليه الكفارة، وهذا غير اليمين الغموس. اليمين الغموس والعياذ بالله الحلف على أمر ماض في الماضي على خلاف ما هو عليه. يعني إنسان عنده أمانة فجحدها، فذهبوا إلى القاضي فحلف أنه ليس عنده أمانة لفلان وهي عنده، هو أخذها، هذا حلف على أمر ماض. فهذه اليمين يمين غموس والعياذ بالله، قيل بأنها غموس لأنها تغمس صاحبها في الإثم أو في نار جهنم والعياذ بالله. فهذا أبو بكر حلف، وهذه يمين منعقدة فيها الكفارة، يكفر عن يمينه. وهذه هي السنة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. هذه السنة، أن الإنسان إذا حلف على شيء ثم تبين له ندم فإنه يأتي الشيء الذي يعني حلف عليه ويكفر عن يمينه. نعم. قال: حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت قال: حدثنا علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه: والذين آمنوا وهاجروا، والذين آمنوا ولم يهاجروا، فكان الأعرابي لا يرث المهاجر ولا يرثه المهاجر، فنسختها فقال: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. نعم، هذه الآية أيضا في حكم الحديث، هذا في حكم الحديث المتقدم، أن هذا في بداية هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام، كان الأعرابي لا يرث من المهاجر ولا المهاجر من الأعرابي، لأن الهجرة مطلوبة في ذلك الوقت. لكن نسختها آية: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، حتى ولو كان أعرابيا ولم يكن مهاجرا فإنه يرث من قريبه المهاجر. باب في الحلف. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن بشر وابن نمير وأبو أسامة عن زكريا عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن جبير بن مطعم
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. الأحلاف هذه التي كانت تعقد في الجاهلية هي معاقدات، وقد تكون على أمور باطلة. كثيراً ما كانت هذه المعاقدات تقع على أمور باطلة، لكن كيف يقول النبي عليه الصلاة والسلام وأيما أمر عقد في الحلف عقد في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة، يعني قوة ووثوق، كيف هذا؟ المقصود الحلف على ما لا يخالف الشريعة. إذا كان هذا العهد والعقد وقع حتى في الجاهلية قبل الإسلام، لكن المعقود عليه أمر لا يتنافى مع الشريعة، بل هو مما تحبذه الشريعة، فالإسلام يؤكده ويزيده قوة. وقد حدث هذا في الحلف الذي عقد في مكة من من يسمى بجماعة المطيبين، حلف المطيبين، هذا حلف الفضول، حلف الفضول الذي عقد في مكة وحضره النبي عليه الصلاة والسلام قبل البعثة، حضره مع بعض أعمامه. هذا الحلف كان على أمور حسنة جميلة في ذلك المجتمع الذي يشع فيه الظلم والعدوان والإثم، تعاقدوا على نصرة المظلوم وإطعام الجائع وفك العاني عن الأسير، الأمور هذه الحسنة تعاقد عليها هؤلاء أصحاب حلف الفضول. النبي عليه الصلاة والسلام يذكر هذا الحلف فيما بعد، يقول: لقد حضرت حلفا في دار ابن جدعان. عبد الله بن جدعان هذا كان من زعماء قريش، وكان من الناس الذين يهتمون بمحاسن الأمور ومعالي الشيم، هو الذي كان السبب الذي دعاهم وجعلهم يتعاقدون على هذا الحلف لنصرة المظلومين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لقد حضرت حلفا في دار ابن جدعان ما أحب أن لي به حمر النعم. يعني لو أننا خيرت على أن أتنازل عن هذا الحلف ولي من الإبل الجميلة الكثيرة المرغوبة ما قبلت. قال: ولو دعيت إليه في الإسلام لأجبت. لماذا؟ لأنه عقد في الجاهلية؟ لا، لأن المعاني التي تم التحالف والتعاقد عليها معان جميلة يقرها الإسلام ويدعو إليها وتدعو إليها الطباع الكريمة. فلذلك إذا كان الحلف حتى في الجاهلية، لو عقد هذا الحلف في الجاهلية على أمور حسنة تقرها الشريعة فهو لا ينقض، لا ينقض حتى ولو عقد في الجاهلية. وهذا دليل على أن الشريعة هذه ما جاءت لتهدم كل شيء، جاءت لتصلح الفاسد ولتقوي الحسن. يعني العرب كان عندهم فيهم الكرم والشجاعة وحسن الجوار، هذه كلها معاني الإسلام يحبها وحرص عليها. فما لا ينبغي أن يظن أن الإسلام جاء ليلغي هذه الأمور، لا، الأمور الحسنة أبقتها الشريعة، والأمور الباطلة نسختها ونهت عنها وغيرتها. نعم. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا سفيان عن عاصم الأحول قال: سمعت أنس بن مالك يقول: حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دارنا، فقيل له: أليس؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حلف في الإسلام. فقال: حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دارنا مرتين أو ثلاثة. نعم، هذا في تقدم معناه معنا. باب في المرأة ترث من دية زوجها. قال: حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد قال: كان عمر بن الخطاب كان عمر بن الخطاب يقول: الدية للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا. حتى قال له الضحاك بن سفيان:
كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها، فرجع عمر. نعم، هذا الحديث يمكن أن يكون هو خاتمة كتاب المواريث، وهذا الحديث فيه أن المرأة ترث من دية زوجها. والإشكال الذي في هذا الحديث الذي جعل أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه يقول بغير هذا حتى تبين له الحديث، أن الدية متى تستحق؟ قبل الموت أو بعده؟ بعد الموت. فإذا حصل الموت انقطعت علاقة الزوجية، انقطعت العلاقة بين الرجل وامرأته، ما بقي شيء، ها؟ تنتهي هذه العلاقة. فكيف ترث المرأة من دية زوجها وهي لا تستحق إلا بعد الموت؟ لكن النبي عليه الصلاة والسلام أكد على أن المرأة ترث من دية زوجها، وهذا ما ذكر في هذا الحديث، أن النبي عليه الصلاة والسلام كتب لهذا الصحابي أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. كتب للضحاك بن سفيان رضي الله تعالى عنه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها، فورثها. فوقف عمر عند هذا الحديث وقبل به، وما كان لعمر أن يخالف قول الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أن يرده. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولكم التوفيق والسداد والرشاد، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه.